سيد الوزير حول جودة وجبات الإطعام المدرسي نسائلكم. تفضلوا سيد الوزير. فيما يخص وجبات الإطعام المدرسي عندنا جوج ديال النوع ديال هاد الإطعام. كاين اللي التلاميذ اللي هما تياخذوا تيستافدوا من واحد الوجبة تكميلية. و تقريبا واحد مليون و 400 والعدد ديالهم تزاد ب 6% هاد السنة. وكاين اللي عندهم وجبه الغداء كامله اللي وهما تقريبا 190 الف والعدد ديالهم تزاد ب 13% اللي يمكن لي ناكد عليها هي بان كاين واحد الغلاف المالي اللي هو الاجمالي اللي هو تقريبا مليار و770 مليون درهم اللي هو مخصص لهذا لهذه لهد العمليه وهذا الغلاف المالي تزادت ب 18% خلال هذه السنه 2022 2023 وهذا من طبيعه الحال تيواكبوا واحد العمليه ديال المراقبه واحد العمليه ديال ديال مراقبه الجوده حنا مشينا في العمليه ديال من بدايه هاد السنه ديال الاكسترناليزاسيون ديال بي مع اشتغلنا مع شركات اللي اللي هي تتكلف بهاد العمليه ديال الاطعام اذا في اطار واحد الوزير انتهى التوقيت